عوام الناس قديما عندنا إذا نزلت مصيبة يقولون ما دافع الله كان أعظم، يقصدون بذلك من أن هذه المصيبة وهي مصيبة تؤلم، لكن لعل الله عز وجل لم ينزل ما هو أعظم منها بهذا الإنسان. ولذلك هذه الكلمة يقولونها من باب التسلية، تسلية حينما تنزل هذه المصيبة، لأن بعض من الناس قد تنزل به المصيبة فيفقد الحسنيين، فقد المحبوب الذي لديه وفقد الأجر. ولذلك قول هؤلاء العوام ما دافع الله كان أعظم جائز أم غير جائز؟ جائز، يعني هذا لفظ لا إشكال فيه. هؤلاء العوام كما قلنا عندهم حسن ظن بالله عز وجل، يعني كونه يقول مثلا ما دافع الله كان أعظم، عنده حسن ظن بالله عز وجل من أن الله لطف به فلم تكن مصيبة أعظم.